بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. برحب بيكم طبعا في مطبخي، مطبخ ام احمد، وفي قناتي طبخة ونصيحة. النهارده ان شاء الله هنعمل بتنجان مع بعض، البتنجان المخلل جميل زي الفل اهون ما شاء الله. طبعا بتنجان جميل ومفيد وكله فوائد يعني، تمام. هو سهل وبسيط وما هوش، وطعمه بقى خطير جدا زي العسل. يلا بينا نشوف معانا المقادير. انا معايا البتنجان اهون، طبعا بنقي البتنجانه الحلوه الصغيره كده الجميله دي، تمام. ما اجيبش الطويله قوي، اجيب المتوسطه الصغيره الحلوه دي، بتبقى طريه وجميله ومش حراقه، خلي بالك من النقطه دي، تمام. معايا في الخلطه بتاعتي، الخلطه بتاعتي دي جميله قوي يا جماعه وريحتها تحفه. دي عباره عن فلفل احمر، هريسه شطه، ملح، ثوم مفروم، حبه كمون، حبه بابريكا، حبه معلقتين خل، ومعانا عصير ليمون، تمام، بس مش اكتر. في ناس بتحط بقدونس او كزبره، بس انا بصراحه ما بحبش البقدونس والكزبره في البتنجان المخلل، تمام. فبتبقى حلو يعني، اللي بيحب ده الموضوع بيرجع لريحتك انت بالشكل ده كده، ريحتها تحفه. نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا معايا البتنجانه اهي زي ما احنا شايفين، امسكها اشيل القشر ده بالشكل ده كده، تمام، البوز بتاعها ده اهي شايفين كده، هعمل كمان واحده انا معايا الميه بتغلي زي ما احنا شايفين اهوت، انزل بيها بمعلقه ملح بالشكل ده كده، تمام، وانزل بيها بالبتنجان بتاعي. واسيبه يغلي لما يستوي، مش عايزاه طبعا يستوي قوي، انا عايزاه لا مستوي قوي ولا ناشف قوي، تمام. اسيبه تقريبا لمده 5 دقايق، وطبعا هبشره على البوتاجاز. وده البتنجان يا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله، انا مش عايزاه لا مستوي قوي ولا دايب قوي، بالشكل ده كده اهو، تمام، زي العسل اهو. ومعايا الخلطه بتاعتي اللي ريحتها ايه تجنن، بسم الله ما شاء الله عليه. انا معايا عصره ليمون اهي، نص ليمونه، وانزل بها كده واقلب الخلطه بتاعتي الجميله دي، تمام. امسك بقى وافتحها كده بالشكل ده كده اهو، شايفين اهو، شفتوا المنظر؟ شفتوا قلبه جميل ازاي؟ ابيض وجميل وزي الفل، ولا مستويه قوي ولا دايبه قوي، تمام. وامسك ارصها بالشكل ده كده. كده انا فتحته زي ما احنا شايفين اهو، ابدا احط الخلطه بتاعتي، ريحتها تحفه بسم الله ما شاء الله، زي العسل. شفتوا الجمال؟ ما اقولكوش بقى على الطعم والريحه، واحلى بكتير 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 من بتاع المطاعم. نكمل بقى التيمية زي ما احنا شايفين كده اهو 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 بالشكل ده كده اهوت. كده وابدأ احط الخلطة بتاعتي.
بالشكل ده كده، شايفين؟ شفتوا الجمال؟ انا معايا هنا حبه ميه اهمن، احط عليهم معلقتين من الخلطه بتاعتي التحفه ديت كده، تمام اهو، واحط معلقتين ملح اهو، وادوب الكلام الجميل ده كله، واحط كمان عصره ليمونه بالشكل ده كده، وادوب كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه بالشكل ده اهو، واحط بقى البتنجان بتاعي كده. الجمال. وبكده يا حبايبي هتاكلوا احلى بتنجان مخلل بجد، طريقه تحفه. طبعا بتمنى الطريقه تعجبك والفيديو يعجبك، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك ويشترك في القناه، وان شاء الله اشوفك على الف الف خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.